ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بوصفه حلوه قوي، بس ما تنسونيش في اللايك والشير. النهارده جايه لكم مش بوصفه، انا جايه اعرفكم ايه الفرق ما بين الدقيق وما بين النشا. كتير مننا بيتلخبط قوي في الحوار ده، ويعني ساعات الواحد كان بيحط الاول النشا مكان الدقيق ويطلع معاه وصفات كتير بايظه بسبب الموضوع ده. فالنهارده جيت اعرفكم الطريقه اللي تعرفوا بيها. زي ما انتم شايفين عندي طبقين اهو، الطبق الاولاني مش عارفه ايه ده، والطبق التاني مش عارفه ايه ده. طيب انا اعرفه من بعض ازاي؟ اول حاجه ده دقيق. عرفته بقى منين؟ اولا بصوا لونه، لو تاخدوا بالكم من اللون اغمق من لون النشا. تمام. طب افرجي اللون متوحد، نيجي كده بملمس ايدي، امسكي كده بس عامل ازاي على ايدك ملمسه، تحسي ايه؟ عادي، ملمس الدقيق العادي بتاعنا اللي هو المطرب ده. تعالي بقى امسكي النشا، ملمسه تحسي ان هو بيقشعر لك جسمك، تخليكي كده كانه ايه، في تزييقه كده، تحسي انه كده ايه، بيخلي بصوا الواحد كده حتى مش مستحمل يعمله، تحسي ان هو بيقشعر الجسم. تمام. برضو مش عارفه افرق. تمام. هتجيبي كيسه ونفر الكيسه اهي كده، دي فيها ايه؟ انا مش عارفه، من بره كده تعملي كده، لو زيقت معاكي وتحسي ان هي ان انت مش ملكيها، بتحسي ان الماده اللي فيها بتعمل صوت كده وانت ماسكاها، تعرفي ان ده على طول نشا، ده كده نشا. هتلاقيه بيزيق كده ملمسه، تحسي ان هو بيقشعر لك جسمك. ليه ملمس كده ناشف على ايدي غير الدقيق؟ الدقيق هتمسكيه عادي خالص، هتحسي انه مطرب عادي خالص. بصي تمسكيه اللي هو الدقيق بتاعنا المطرب كده. بس ده كان النهارده الفرق ما بين النشا وما بين الدقيق. ده النشا ده هتعرفيه من اي حاجه بعد كده، اي حاجه عندك بيضه مش عارفه تميزيها، اذا كانت نشادر او نشا بيكربوناته او نشا، لا النشا ليه كده ملمس خاص، اذا كان هو في الكيسه او هو بره الكيسه. تمام. يا رب اكون قدرت افيدكم، يا ريت ما تنسونوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.